ومركز البرنامج كان يحورن أنه مرتي هاي وري سعيد عيسى إليه وفردقس في هاي الدالكة إنجريسكا سعيد كسر دو واربعين تعرب سيا نيوز عبد شكور أيبو وان دو هاي وانا كسلام يا ذيك أيو بحد عرب سيا نيوز سيدو كلنا وان كاقا ما يزعلين يعين أدمر كلا يقوم يعصونتي برنامج كاقا حقورن وكبح عرب سيا نيوز سعيد أو حالة سقطة حيث ده حد كتاقا نجيسكا تاسو موقتين سومالي لان لغو سوق هذا الدقالة بريدة ولكن سعيد محد هاي بلا متي مسوا ميت سوچرينا بالتفاصيل نغسي عبد شكور ايبو سيدة حقيقة تحيي دقالك سومالي لان كسو عداما هميت حتى بلا مي ايوا ميت سوچرينا قرنية دي وقود دنبيني تيري سببنا ايو تحيي ديگان كاما استراتيجية دا دولاد اي سومالي لان اي لاد هيا مكو قطنطو كاسي او مهيم او اسكو حيران كاما اما جناعسي اما سياسي دقال سياسي داد اي كتيرا دولاد حان ادحيا يوروب يو ايشي يو افريكا با تاسينا اي سبب تحي ان مروال بحال كاسي اي مهيم نقطة ان قعان تلقو هايو داد كديغان كاديغانينا اي نقطان قار ايوغا اللي اسكو تيديو او تقالو سياسي كدحيان أما حلفتنا وكذا حيو، ستاريخ وكنت على نمر والبا وحكة كذا حفيلتنا ما تقال الله ودعية الدولة ده حنجيس ككذا، ويو أنتوا ضم بقى كذا ما نسيت الدولة ده حكلي أفريقيان كي، أنا اللي بعتبر ده يعني الحدود وترين أيه وسيد سيجارة أي اللي بعتبر واحد ستة أما أريمو بلشامه هو جامي الحمد أي كذرتو، حطبا أن وقت يداسي أي جميسية شيء مادين ما يلبضن أي وح كذي متيس كعابين أي قطر تري راد كي إسلامي كها أما مش كم صحيحين دولة إسلامي أما نظام إسلامي كل شقين أيه وكتير كيس كه أي ما ليه وح كم ده اللي جوري متي هالكاسي أو وقت جاسي أي كتيرين هذا الإمبراير يو دولة كلا سيدي فات يو كلا مركا كواسي وقت جاسي لترتير أيه يروح علمي دها وقت جا سالح الدين أيوبي وكده قال لي وقت قاسي إن ميلهن دي جنب دن بريج العريس العراقيو كواسي أو دتك كردي ده ها مركا الله ترتري ولا قي قبي سيد عصام دتك دي جان كنا وقت جا كده قال لي ميجي واي كم ده هاين دتك عن فرط الله العراقي بك هاين ييجي كله ده الله ترتري ولا قي قبي ده الكلام الله هو كلا تري إن مركا ماشل هو ميل حساسي رمتي وانت أسود إني كترتي حطبا وقت جي إنجليزكو إيمان يي سيابه كوي مدي تاريخية مركا لقرش يكين يو حكوي مدي نظام إستغو الدراسات سمي وقت جا كورنا إيمادين كل يستيد بقول دي أما دوري كل يستيد بقول دوري ستيتنكي ويمد نين سهامين يي أو مركا قراها أو لورين تري ريتشارد بيتن إسا مركا أنا دين كاسي و أقوم بدن أو دين يا أو دول كامروكا يا كسو برتي دين تا حافظ القرآن وهاد إن عربي جنا أدو يقاني أو مجا عبد الله بحي ودن كي مدي ينكلو إن سبيك لورن تري أو استجا قل لي سلا شيء إن هل كان لجود لي سومالي لأن وقتي ضع سيسا ونا ومشي كبح صدي هذا بقرا الله ذا وننكاسي أما 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 وربحين ذا وكبحين وعكم ذا حبناقن كاي بوشدة سومالي ذو و طالو اما dadka halka degan Soomaaliland degan sida ay u nool yihiin iyo sida isku maamulaan iyo qabaailadoodaba oo marka qoraal ka sameeyay sababahaasina ay sababtay in markii ingiriisku u yiri marka kamida maraakiibtiisa halka maray waqtiga isagu xadan maamulaya in laga afduubay kaptinkiina la dilay taasina ay markaasi dhaqankii iyagu soo raacaya dadkani ay lahaayeen ay u yimaadeen dabadeed toole أرين تاسي لغا حالي كديبنا أي نقوتي إن مكتي لبعيو جيل إنتا نمبر كيسي آنان حتى قياسي كارين وقتيقا إنجريس كمقهان لو سيينين كاسي إن كديبنا هال كاسي ودا حاجود كووكا بلامي وليه هاي آني قونا دانا هاي قايان إلاشان إيا وما دامون هال كان عدان هايستو إذين كانوان إذين إلالين يسيدين كسرو ديقان دونية مركا أريما هاسي أريمي هي مركا اللي رادو بروتكتريت كأبوري أيه هاي يسو ديقان شها ندام نوع عاسين وكسو قلي ayay hayd markana maamulka asu halka ku fiday hadaba waqtiyadaasi dadka in ingiriiska in fikir ahaan ku diidana waxna waxa weeyaan wuxu qofku in war la galiyay oo markaasi kaga soo horjeedo ama midna waxa weeyaan wax dhaqaniyan dad ugu abuuran oo ay kaga hor imanayaan dadka dhaqaniyanka ay ugu abuurnayd inayna halkaasi aanay degin ama aanay raali ku ahayn ee halganka labada dhinac ama saddexda dhinac ee Soomaalida waqtiga deganayd ka abuuray waxa dadka reer Soomaaliland ka yimid oo
إن هب دولية أما النظام كدولي ده وجود تجعلمي وقت جاد سومالي دي تلياني جا سيدو كلام ميد ميلتري وجود تجعلمي تشبوتي أو دت كودو أي أنت بدن أي هالكاسي إن كهوبتين وقت يدعسي إن سببها سي وسببها دليلي إن مركا فكر لا عريو لا يرادو سومالي وين بالاسكو تريا إمكا تصالحان دتك عن فرط لا يرادو كل واحد يرجي aad ka faransiiska ula dagaalamay waqtigaasi ee muddo dheerna ay dagaalamayeen kadibna markii xurriyadda la siiyay ayaga inta laga ilaaliyay ayaa loo dhiibay cid aan aqoonteeda lahayn oo marka la socoto oo raali ku ah in la maamulo ayaguna aanay ogolayn marka in la maamulo isla sidaasi ayaa Soomaaliland ku dhacday fikirkan waa loo curiyay in la abuuro Soomaali weyn iyadoo ujeedku ahaa in kaliya la isugu keeno oo Soomaaliland la duldhigo Soomaalida Talyaaniga taasi oo ay ku cadeynayso waqtigaasi in isku darka ama ay madaxdi ka tagay Soomaaliland ay ka hor yimaadeen ba ku waqtiga Talyaanigu aanay ogolayn ba isku darka hase ahaatee in dadka la gelinayay fikirka ah in Soomaali weyn iyo midnimo aad u jibaysna dadkeenuna ay emotional yihiin ayagana ay cabsi haysay inay dib ugu noqdaan xaqii ay ka yimaadeen iyagoon midnimo wadin marka horta dagaalkani waxa weeyaan mid noocaas oo soo jireena taasina ay sababtay labada inay mid noqoto dawladaha danaha kalihi inay noqoto mid inay iyagu maamulaan oo marka gacanta ku hayaan ayagu proxy ama u dhexmaraya cid kale iyo inay ma taqaana hadii ay taa ka baxdo inay iyaga sidii ay dadkaasi u maamuli jireen marka ay soo noqoto maamulkaas marka waxa laga la dagaalamaya maamulka awoodda leh istaraatiijiga ee dawladaha xataa islaamku ama dadka doonaya inay soo celiyaan khilaaf oo kale ay laga baqayo ay sababayso ayaa asal u ah taasi marka 1960-kii waqtigaas waynu aragnay isku darkii waxa sababay dadna way doonayeen dadka waa laga qiiraysi waa la doonayay ta kale iyana markhaatiga ka mar labaad markii ay burburtay laydi waa la soo celinaya 1990-kii haddana isla fikirkii mid lamida ayaa la keenay dadkiinana lagu kala qaybiyay taasoo isla waqtigaasi la doonayay in haddana fikirka dib loo curiyo dabadeedna la yiraahdo midnimadiiba la abuuraya taasina waqtigii ciyaal ayay ku soo hagaagtay oo ka dabaashay dadkana wuu mideeyay ugu dambeyntii sidaasana lagaga badbaaday tani waa qaybtii saddexaad oo mar kale haddana inagu soo mataqaanaa fool yeelatay hase ahaatee waqtigan ay dowladihii waqtigaasi la adeegsanayay ay ka mid yihiin iminka dad badan bay aaminsan in dowlado badani oo waaweyni ay taageersan yihiin in Soomaaliland ay noqoto wadan madax bannaan taasi waxba kama jiraan dowladaha waaweyn badankood anigoon magacaabayni way ka suurteedan waana kuwa dagaalka kula jiray waa kuwa dowladaha jecel inay ictiraafaan Soomaaliland inta badan arrimo diblomaasiyadeed iyo ama cabsi gelinaya ama arrimo dhaqaale oo kaleba ku bixinaya inaan la ictiraafin Soomaaliland marka fikirkani waa fikir soo jireena oo lagula dagaalamayo in meeshan ay madax bannaanaato madaxana ay la kacdo aynay noqoto waxay ahaan jirtay marka waa tahay siciid inta badan waxaynu la soconaa tan iyo markii horaantii sanadkani bishii January heshiis afgarad uu dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya in xiisado badan ay ka dhasheen siciid oo haddaba miyaa loo odhan karaa heshiiskani waxa uu daaha ka qaaday cadowga Soomaaliland horta Cabdishakuur Aybo waa la odhan karaa in hadda ay daaha ka qaadantay cadowdii ama xumaantii loo ayay Soomaaliland iyo ciddii ku haysayba laakiinse dhinaca kale haddaad eegto waxaa jira dad badan oo taariikhaha ka warqaba daraasiyana waxyaabihii ka dhacayay geeskan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaynu la soconaa in halgamo badan ay galeen marka laga hadlayo dadka Soomaalida ee degan geeskani oo markaasi gumaysigu qayb qaybiyey dadkii xurriyadda u dagaalamay ama ugu xurriyadda ugu horqaatay waxay ahaayeen dadka reer Soomaaliland ayaga naf iyo maal u huray dalka Jabuuti la yiraahdo inuu dal noqdo hase ahaatee Faransiiska dagaalkii ay la galeen dhibaato badan baa ka soo gaadhay kadibna Faransiisku wuxuu kala dagaalamay inay qayb ka noqdaan xukunka iyo talada dalkaasi ayaga iyo canfartuba waxa weeyaan waqtigaasi cid baa loo dhiibay ciddii loo dhiibay ayaa ilaa hadda maamulaysa ciddaasina ma aha cid iyadu maamulaysa ee waa cid loo dhiibtay waa qof u loo dhiibtay oo lahu shaahi yahay aniguna waan kugu duleegaya marka horta dowladda Jabuuti la yidhaahdaa
waxay number 1 ka ahayd in dhibaatooyinka Soomaaliland oo loo adeegsanayo dawladaha soo adeegsanaya san taariikhiyan u soo sheegay ee lagu ilaalinayo geeskan istaraatiijiga ah in aanay badacas aanay ka soo kordhin cid awood leh oo markaasi carqaladeyn karta ganacsiyada ama arrimaha siyaasadda ka socota meeshaasi marka Djibouti waxay asal u tahay ilaalinta badacas waxaynay safiir uga tahay ama wakiil uga tahay dawladahaasi taas waxaan u leeyahay markii uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre uu xukunka ku qabsaday hab military wax laga soo shaqeeyay bahay saraakiil badan la laayay isla markaana fikirka markaasi uu qaatay waxay ahayd mid ay ka midaysnaayeen dawladda Djibouti anigoo tusaale ku bixinaya curyaaminta markaasi arrimaha meelaha looga shakisay Soomaaliland ahayd ilaa berbera ilaa waxyaabaha dhaqaalaha in gacanta loo geliyay oo wax waliba ay Djibouti maamulaysay taasina la garan kara in labadooduba ay ku shaqeynayaan proxy ama ay cid u shaqeynayaan oo fulinayaan qorshayaal kala dibadda kaga imanaya sidoo kale waxaynu ogeyn dhaqdhaqaaqyadii SNM-ta waqtiyadaas iyadoo Siyaad Barre markay ku adkaatay uu doonayo inuu la heshiiyo SNM-ta ninkii ka soo horjeestay inuu Xasan Guuleed ahaa isla markaana Mingiste iyo isu keenay Siyaad Barre halkaana ay ka dhalatay soo gudagalkii SNM-tu ay soo gashay Soomaaliland marka waxaad mar walba ogaataa in Djibouti ay ahayd taqarsoon ee ilaa iyadoo dowladda Soomaaliya dhisan tahay ilaa burburkeedii iyadu gacanta ku haysay oo aanay weliba iyadu gacanta ku hayn in ay tahay proxy iyada la isticmaalayo loo soo dhexmarayo imika qudheedana ay fashilku ku yimiday heshiiska ay Soomaaliland gashay ee ay ka dhaxbaxday awalna iyada uunba aan Soomaaliyana xataa u haynin wax rajo aan u haynin oo jecel inay sidaa ku jirto danaheeduna ay sidaa ku sii socdaan taasi markaa ma aha mid hadda dadku ku baraarugeen ama mid hadda bilaabantay waa la arkayaa cidda Soomaaliland lafjabka ku ah ee dhibaatooyinka ugu badan u horseeday hadday dhaqaale tahay hadday curyaamin tahay waxay noo caddaynaya markii dagaaladu ay dhacayeen dhibaatooyinka iyo dhaawacyada ay markaa Djibouti ku haysay dadkii masaakiinta ay qaxayay ee marba inta lasoo raafin loo yacday ciidamada Siyaad Barre ee loogu keenay halkaa lagu leenayay arrintaas Cabdishakuur oo ka markhaatiya marka ma aha mid iminka bilaabmay ee waa mid soo jirayna oo weliba ayaan darada jirta ay yahay mid maamulkiisa aanu xataa aanay gacan ku lahayn laakiin iyaga loogu talagalay in meesha lagu hayo sidii mataqaana tanina ay runtii ay tahay mid uu ku maaragtay ku fashilmay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele isla markaana ay sababi karto inuu noqdo kuwii ugu dambeeyay ama diktatooriyadii ugu dambeysay ee geeskan Afrika ka baxda iyadoo hadda tijaabinaysaba hanjabaado iyo baala xuftayn ay Soomaaliland ay waxyaabo aan dadku kaba yaabeen ay hadda iyo jacbada inay meesha keento ay bilowday marka arrintani ma aha arrin mataqaana hadda bilaabantay Cabdishakuur sida waa tahay inta badan Djibouti ayaad farta ku fiiqaysay sidoo kale waxaa jira qaar ka mid ah siyaasiyiin ama xilalka ka soo qabtaan ama qaar iminka jooga oo xilal dalka ka haya oo iyaga laftigoodu u muuqda ama taageeraya hadallada ka soo yeelaya cadawga Soomaaliland kuwaas miyaadi ku muuqan sidaan Cabdishakuur sida hadalkayga ka muuqata ama aan laga dhannasan karo waxaan inta badan ka hadlay proxy warska waxa la yiraahdo inuu Soomaaliland ku socdo oo dagaal ay dawlado kale isticmaalayaan iyagoo danahooda ku ilaashanaya mandaqada iyo geeska iyo intaa badacas haddaba dagaalkaasi noocyo fara badan buu leeyahay dawlado badanna way ku jiraan marka proxy warka laba nooc ayuu inta badan u badan yahay isticmaalkiisa ama dad kale isticmaala in dawlad la isticmaalayo iyo in organization ama institution la isticmaalayo haddaba kuwii dowladaha waynu ka hadalnay Djibouti baynu ka hadalnay waxaanu ka hadalnay Soomaaliya laakiin institutionada iyo organization kale isticmaalaya waa kuwa Soomaaliland gudaha ku jira waxa laga yaabaa dad badan inay wax iska weydiinayaan haddaba waxaynu ahadiista iyo taariikhdaba ku haynaa in ummad ama ummada aan laga jabin karin dibad ee laakiin gudaha laga jabiyo waxa xaqiiqa ragga ama ha ahaadaan gudoomiyeyaal urur ama mataqaanaayay kuwo xisbiba
أما با هذا حلال كلو قرن هاي أنا سيدي أشي إسو أي واحد ويان نمان كاسي وحي هاجي يان دقال كدين عكستا مجيها كستا بري هان نقطة أما قلبيت كان بها نقطة ميلها إن سومالي لان لدون يين لغا وحي يليو أما وحي يلا دهورا وقا دي رجا هاجي يا ورطا ورقا سي نستوشنة دا سيكو مقعابا إن أيغو قدو دونا إن أما موقطة علاضة يوقبان دل كودة لكن واطت سيدات دولة ده حكلا با بروكسي لوغو استعمالا يو فرين أما 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 أما, أما برنامج لو سو دي بي أهير جلين ايان يوغو صورة كلا أو مامول ايان سيدا مركي سيدا نقطة أما اللي اسكو دارو لبدا دولة دوت إن مامول كوغو سرعيا أي قادان دوران إن هنقول نوع عاسي كتلو أما بدانا دقالو كلا با أي كتلان لكن وحا ميشة تيرا وان ما با انجليزي اما اورا انجليزي waxay tiraada if reaction has a reaction ان taaso macnaheedu uu yahay ama aanu macnaayn karo shakhsiyan ان ficil kasta wuxuu leeyahay falcelin buu leeyahay oo markan ay cidani wax sameeyneyso waa inay tirtaa cidii ka qabaneysay ama reaction gaasi ka sameeyneysay ان ma aragno taasina waa xukuumadii حكومة دينا واحد مودا إنه يكون فرشلانتي أريمها نوع عاصة إن عدوغي دالك اللي دقال لما يي إيه حدنا كود اعتري أي كيقبان ويدي وأرين إن داتكو إنتو دا بدن أي كود دليليان حكومة دا إن تاسوامي ترتا قضب ككالي إيه تيران وعويان إيه بلشة دا ريسو مالان كود عاي وعان تيرين هاقيتان بلشو ماتيرتو أما عبد شكورو وأذيك قلنا هذا يمشيكي كرتيد ميل أي بلشادة سومالي لان يد ولدو يستقيح إلينا ما حكومته يستقيح إلينا ماتيرتو أو أما وعي قلنا أما وعي ترى وحلوغة الشيكيو دوني دا أن عطينو كبس وقادنا هشيس كايري أي موجوغة أن إتو بيد لبعطة أن وين أو كغا إيمان يسعو العضيد أو ملتري أما سياسي أيوكو بضان طحيبا een inta yare Soomaaliya ay la warwareegaysaa meelahaasi oo ay Djibouti waxba ku sameyn karin Soomaaliyana ay gacanta ku hayso haddana mar walba dadkeeda way wargelinaysaa way update gareynaysaa een waxay u sheegaysaa MOU gaasi danahay kale raaybay ay u sheegaysaa inaga wasaaradda baa u qabilsan wasaaradda soo wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta warfaafintii baa haddii halka iska dhigno wacyigelintii hata ma hayno waxa weeyaan umaduna markay arrimaha noocaan ay jiraan dalku xaalad noocaan ku jiro waa la hagaa dunida hadii arrimahaasi ay ku soo fool yeeshaan een sidaanu ka warqabno dadka dawladdu hadaanay taageero ka haysan talaabo ma qaadi karto waa inay dawladdaasi ama xukuumadaasi yeeshaa een ma taqaana public support oo ah in la ay dadku taageeraan dadkii waxay ku taageeraan ma hayaan oo deed dawladdi mar walba ma siinayso xogii een qaybihii ay dadku u baahnaayeen ee ay ku hawlgali lahaayeen een marka een arintaasi way jirtaa een dhibaatooyinka ugu weyn ee maanta dalkan haystaana waa taa dhexdeeda ama gudaheeda rag ka shaqeynaya oo ka shaqeysanaya ay dulmi u horseedayaan dadkooda iyo dhibaato aanay iyagu ka fikirin oo aanay garanayn culibteeda dambe oo saameyn weyn ku yeelanaysa haday arrimahaasi suura galaan ama uu burbur ku yimaado een dawladda een dalka een marka arinta qura ee dhiirigelinta u baahan waxa weeyaan in dawladdu ay qaado talaabadii looga baahnaa inay ma taqaana dadkeeda wacyi geliso een warbixina siiso ay dabadeedna dadku si ay u ogaadaan halka wax marayaan oo jihada loo dhaqaaqay ay jirto haday wax dhici karaan ba een marka taas sidoo kale heshiiskii safgaradka ah ee Soomaaliland iyo Itoobiya waxa uu muuqdaa mid dib u dhac badan ku yimid oo maalmahaanta ka dambeysa mid hagad ku jira. Dadka reer Soomaaliland in badan way isweydiinayaan. Adeega Saciid ahaan, maxaad u maraynaysaa sababta? Warunta Cabdishakuur oo arintaasi waa arin jirta, waa arin inta badan dadku ay falanqeynayaan oo ay leeyihiin dib u dhac baa ku yimid, laakiinse dib u dhaca waxa la yidhaahdaa marka inta waqti la cayimo, dabadeedoo la waqtiga la cayimay uu dhaafo. een waqti uu cayna ma jirin een arintan waxa weeyaan process iyo ma taqaana een waxyaabo badan oo la fagurayo oo ay ku jiraan arimo la xiriira shuruucda een caalamiga ah ee dadku heshiisada ku galaan oo waqti qaata een hawlahaas oo dhan waa qaar jira een marka runtii waxa quro asalka ma jirtaa baahidi
أي لسكو قبي إن أرنتن لقوا ده الشقية ما يشيس كان لقوا كلا طبعا هو يترتاح إن إتوبيا أما برايم مينستر كإتوبيا مالتي بشيتين وري سنة كان هشيس كا اسم عمل كلا صحيح عن يي وح أوبرتي سا فيسبوك هي ميل والبا ولها وح كلو عن مهدنقة إلى هي أنا مهدنقة رهينين إما يسكنانين معناها سيد يجوا ينتهي إن وعويان فرصة أن يجونا أي مدير هذين يين أي سوقيين أن هسعة تحت أو صورة كشيء سومالي لأن وعويان فرصة أدوغ مهمة أو أي مدير سوق يسوي دور يسوق الصناعة أما بان ورا كرول إذا صناعة إن كبدنا أي سوق يسيبة إن يدل حر أهاتو أو أي هاتو دوني ذا كم الدقطو تحسنا أي صورة كليسة مرحلة لبضة دينعبة أي متقنة أي كوكو أنت هاي أن ويتيريان مركز تو إشيس كاسي ودبوس يدعو علاد سومالي لان لقو وضعنا إنا يسي كرديسو إن تاسينا أيوبا عان تحيون سيدي أرنتن لو دردر قليل لها ولو آن وحيابا قاري أرمحة ديبلوماسيقو آنو كوحدنين إتوبيا إيو سومالي لان طول آنو كوحدنين سيدي دولي دحا كالي لو كلا متقان نايين إن لو كلا دويسيني أما علاقات كأرنتن لحديدة إن إسفهم لوغة قاري أي كوحران تاي قاركود إن مركا وعن فيليا إن أناي أهين أرنتو إن ديبو دعضي أي تاي نغو أرنتن تحليسان إن دق دق إننا تاسينا إسكا إمان دونتو.